ومعنا من شمال قطاع غزة مراسل العربي إسلام بدر. إسلام أهلا بك معنا. يبدو أن هناك تطورات، هناك استهدافات أيضا بقنابل صوتية عند هذا المركز، وهناك محاولات لإخراج النازحين منه. آخر المعلومات المتوافرة لديك إسلام؟ نعم أحمد، هناك على ما يبدو تصعيد في العملية العسكرية التي بدأت أمس في بيت حانون. المعطيات المتوفرة لدينا الآن هي من النازحين الذين أجبروا على ترك المدينة وتوجهوا شمالا باتجاه مخيم جباليا. معظم من التقينا بهم هم من السيدات من الأسر، ليس بينهم رجال، بمعنى أن جيش الاحتلال الآن من الواضح أنه يسمح للنساء بالخروج ويبقي الاعتقال الإداري، أو يبقي الرجال تحت طائلة الاعتقال والتحقيق الميداني عفوا. هذا جزء من المشهد. الجزء الآخر هو ما قالته السيدات من شهادات حول عنف مورث بحقهن من قبل جيش الاحتلال، اعتقال عدد من السيدات وإجراء تحقيقات ميدانية مع عدد آخر، إضافة إلى اعتداءات لفظية ونزع لحجاب بعض السيدات أيضا أثناء مرورنا على نقاط التفتيش التي فرضها جيش الاحتلال خلال اختراقه لمراكز الإيواء في تلك المنطقة. المدخل الذي اقتحمه جيش الاحتلال هو المدخل، مدخل بيت حانون من الجهة الشرقية. تتواجد مدرستان، مدرسة مهدي الشوة إلى الشرق ومدرسة غازي الشوة إلى الغرب على جانبي مدخل بيت حانون. وهناك مدرسة ثالثة أيضا هي مدرسة أونروا، تتبع للأونروا في تلك المنطقة. ما جرى هو أن النازحين في مدرسة غازي الشوة تمكنوا من الخروج دون أن تصلهم آليات الاحتلال في الجهة المقابلة للشارع. وكذلك أما بالنسبة لمدرسة مهدية الشوة فهي لا تزال محاصرة حتى هذه اللحظة، والاحتلال حولها إلى معتقل ميداني، ولا توجد معلومات بالقدر الوافي عن هذه المدرسة على الأقل حتى هذه اللحظة. المدرسة الثالثة هي مدرسة الأونروا التي تم الانتهاء من إخراج من فيها من النساء، اعتقال بعضهن وأيضا اعتقال الرجال ووضعهم في مركز التحقيق الميداني الذي استحدثه جيش الاحتلال في المنطقة. وبالتالي نحن نتحدث عن عملية مركزة الآن يقوم بها جيش الاحتلال في تلك المنطقة، بدأها ليلة الماضية. أيضا قام الاحتلال بطلب من سكان بيت حانون بشكل كامل ضرورة إخلاء منازلهم حتى المناطق التي لم يقتحمها جيش الاحتلال بالدبابات، وطلب منهم المغادرة فورا باتجاه مخيم جباليا وبقية المناطق في شمال قطاع غزة. بطبيعة الحال هو لا يصدر تعليمات فقط، إنما يقوم بقصف مدفعي عنيف يجبر الأهالي على المغادرة. لكن كان هناك أيضا إسلام قصف أيضا في مخيم جباليا، شرق مخيم جباليا تحديدا. نحن نتحدث أحمد عن عملية لا تقتصر على بيت حانون، وإن كان المشهد الأكثر حضورا الآن هو بيت حانون على اعتبار أن العملية طالت المناطق المأهولة في بيت حانون، لكن كامل الحدود الشرقية للمحافظة الشمالية بدءا من المقبرة الشرقية شرق مدينة جباليا مرورا بتلة أبو صفية شرق مخيم جباليا ووصل إلى المنطقة الصناعية شرق بيت حانون، ونحن نتحدث هنا عن مناطق متجاورة من الجنوب إلى الشمال. كامل القاطع الشرقي لهذه المنطقة الآن الاحتلال الإسرائيلي تقدم فيه منذ أمس، قام بتجريف عدد من الأراضي وتدمير مسجد في شرق جباليا مثلا عند مسجد منصور، وهو موجود إلى الحدود الشرقية، يعني متطرف جدا وبعيد عن المناطق السكنية. المميز في بيت حانون أو المختلف هو أن نطاق العملية العسكرية طال المناطق المأهولة، فيما نفس النطاق في جباليا ومخيم جباليا ليس فيه مناطق مأهولة، إنما نتحدث عن عمق بـ2 إلى 3 كيلومتر هي مناطق زراعية وصولا إلى وادي غزة في المنطقة الشرقية، وهي مناطق غير مأهولة ولا يوجد فيها عدد من السكان، هي عبارة عن أراضي زراعية أو مزارع أو ما شابه. وبالتالي لا يوجد هناك مزيد من التفصيلات حول ما يجري شرق جباليا ومخيم جباليا، ولكن الحدث الأبرز هو شرق بيت حانون، لأن هناك 3 مراكز ولدينا عدد من المواطنين ولدينا إخلاء كامل لمدينة بيت حانون، أو على الأقل هذا ما يسعى إليه الاحتلال. والآن الناس بدأت تنزح تلك المنطقة، والمشاهد تظهر نزوحا من جهة
مدخل بيت حانون مرورا بمفرق حموده وصولا الى الاطراف الشماليه لمخيم جباليا. طبعا كل ما يجري الان يمكن القول انه ياتي في اطار هدفين اسرائيليين. الهدف الاول هو تعميق المنطقه المرتبطه بالحزام الفاصل او المنطقه الامنه وفق التسميه الاسرائيليه من كيلومتر الى اكثر من ذلك، باعتبار ان العمليه حاليا تجاوزت الكيلومتر الى الغرب من السلك الفاصل او الخط الاخضر. هذا جزء. الجزء الثاني مرتبط في بيت حانون. بيت حانون تعرضت الى تدمير شبه كامل، طال 95% من مبانيها وبناها التحتيه ومدارسها وكل شيء. انسحب جيش الاحتلال منها في شهر يناير بعد عمليه عسكريه فيها استمرت لثلاثه اشهر كامله منذ اليوم الاول من العمليه البريه في 27 من اكتوبر. وبعد تدمير جيش الاحتلال انسحب، الاهالي عادوا. هذا ما لا ترغب فيه اسرائيل، وخلال الاشهر الماضيه تعززت العوده الى المناطق رغم تدميرها. الناس استثمروا في مدارس الايواء الموجوده او المراكز او المدارس التي لا زالت موجوده وقاموا بالعوده اليها. الان الاحتلال الاسرائيلي يبدو انه بصدد ترحيل هؤلاء الاهالي مره اخرى، لان هذه العوده لم تكن اساسا في وارد الاحتلال وليس راض عنها، واكثر من مره خلال الفتره الماضيه كان يقصف ويلقي منشورات تطالب الاهالي بالخروج من المدينه، ولكن لم يكن الاهالي يستجيبوا له. والان تحت طائله هذه العمليه العسكريه الاحتلال يبدو انه يريد تحقيق هذا الهدف. سنعود اليك طبعا في رصد ايضا لاخر التطورات. شكرا جزيلا لك من شمال قطاع غزه مراسل العربي اسلام بدر، سنعود اليك في سياق هذه التغطيه.